تدق أجراس السنة الجديدة ويبدأ العد العكسي لاستقبال عام جديد، ويخرج كل منا كتابه ليدون فيه أحلامه وطموحات عامه المقبل. نتمنى يعيش الشعب بخير وسلامة بس لا أكثر ولا أقل، ويعيشوا مبسوطين ومرتاحين ونرجع لأيام القديمة يعني بس. أتمنى إنه إن شاء الله هيك يعني تهدى الأمور ويعم السلام ويختفي هالأوبئة، وأهم شيء نحب بعض، يعني العالم تحب بعض، لأنه يعني هو كل شيء عم يصير فينا وكل شيء رح يصير فينا سبب كرهنا لبعض يعني. أو كل سنة أنتم سالمين؟ ماشي حالها الحمد لله، يعني ما فينا نقول إلا بنتمنى الأفضل، يعني بنتمناها تكون السنة الجاية أفضل من اللي مرقت. يعني أمنيات وآمال تمتزج بقصة كبيرة بين السوريين الذين يودعون عاما مثقلا بأحداث وأزمات، صعوبات اقتصادية وأخرى معيشية غيبت البهجة وأجبرت شوارع دمشق على أن تحتفل بخجل. أكيد شوفت الأهل، شوفت يعني أكيد الواحد بياخد شيء الإيجابي ما بياخد شيء السلبي، أنا هيك هذا الأسلوب اللي بتبعه بحياتي. إنجازاتي ب 2021 والله بالتصوير بس أكتر شيء، إنه يعني طورت من حالي أكتر بس مو أكتر، وإن شاء الله تكون سنة خير السنة الجاية ويكون في تطور ورفع مواد الجامعة. يعني أيامه عم تقلب، هلأ بيهجوا العالم بيحتفلوا، هي مجرد قلبة ورقة لا أكتر ولا أقل، وقلبة أيام يعني. يعني بنضحك على بعضنا، كانت تعيسة وبتمنى ما تنعاد لا على العالم ولا على الشعب السوري. الشعب السوري كتير ضحى وكتير قاسى وكتير تعب. العام وانتي بخير. أزمات وإن طالت عصية عليها أن تسرق الفرحة بالكامل، ويبقى للأمل حصة كبيرة في نفوس السوريين يطوى به عام ويبدأ عام.